حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق وابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي حبيب وقال يزيد عن ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم